عن استعادته بخروج ليبيا من حالة التجميد وبعودتها اعتبارا من يوم السبت القادم للقيام بدورها الاعتيادي عضوا في الجامعة. أقدم بخالص الشكر لمعالي الأمين العام على جهوده المثمرة التي أسفرت على عودة ليبيا لشغل كرسيها أو عضويتها بشكل كامل وطبيعي، وإن شاء الله اعتبارا من يوم السبت ستكون ليبيا خارج التجميد وتمارس عضويتها بشكل طبيعي. ومعنا من القاهرة السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية. سيد بن حلي، ما الذي حكم التوقيت، توقيت الجامعة في الاعتراف بالمجلس الوطني لانتقال ليبيا؟ لا، الجامعة العربية كان دائما عندها تواصل مع المجلس الوطني الليبي الانتقالي. يمكن في هذه المرحلة بعد ما عدد من وزراء الخارجية اللي هم حوالي 16 وزير كانوا مجتمعين في الدوحه اللي هو اللي يشكلون لجنه مبادره السلام العربيه، اقترحوا ان يعقد اجتماع خاص لوزراء الخارجيه يوم السبت القادم بحضور ممثل المجلس الوطني الانتقالي الليبي لشغل مقعد ليبيا. وهذا هو التوجه الان اللي راح يطرح الموضوع على وزراء الخارجيه، ولكن هناك يعني مبدئيا قبول بان الان تصبح ليبيا في الجامعه العربيه ومنظماتها ومؤسساتها ممثله من قبل المجلس الوطني الانتقالي الليبي. لان هناك من يقول بان هذا الاعتراف جاء انتظرت هذه النهايه لتعترف بالمجلس. خلينا نتكلم قانوني وليس كلام عام. من الناحية القانونية المنظمات الإقليمية لا تعترف، المنظمات الدول هي التي تعترف ببعضها البعض، وهذا في إطار السيادة لكل دولة. بالنسبة للمنظمات الإقليمية والجامعة العربية هي أحد هذه المنظمات، عندما يقررون أعضاؤها بأن هذه الدولة التي كان موقف أو كان هناك تجميد لعضويتها ولمشاركتها يقررون عودتها، الجامعة العربية تستجيب لهذا الطلب وتنفذه، وهذا ما يجري الآن بالنسبة للمجلس الانتقالي، خاصة وأننا توصلنا بمذكرة من المجلس الانتقالي أولا يبلغنا بأن هناك تغيير لعلم ليبيا، وهناك أيضا تغيير للنشيد الوطني، بمعنى أن هذا التغيير أيضا سيحدث بالنسبة للجامعة العربية. ليس موضوع الاعتراف ده يعود كما قلت للدول، لكن إعادة العضوية أو من يمثل ليبيا في الجامعة العربية هو ده الموضوع اللي الوزراء نعم الدوحة اقترحوه والمجلس سيتبنى. سيد بن حلي، يعني كما تلاحظ بالتأكيد هناك حراك دبلوماسي ودولي محموم جدا بالنسبة لليبيا، أين يفترض أن تتموقع الجامعة العربية من مرحلة ما بعد القذافي؟ نحن الآن بالنسبة للجامعة العربية كل الأنشطة اللي تشوفها على المستوى الدولي إلى الجامعة العربية حاضرة فيها ولها مرئيتها. واليوم عندنا وفد موجود في اسطنبول لحضور فريق الاتصال الدولي لتقديم رؤية الجامعة ومساهمتها. هنا في الجامعة العربية شكلنا فريق عمل للنظر في المسائل الإنسانية ومسائل الخاصة بتعبئة الجهود المنظومة العربية مؤسساتها ومجالسها المتخصصة، وكذلك موضوع الخاص ب إعادة الإعمار، وسيكون هناك إن شاء الله اجتماعات لعدد من المؤسسات العربية لتعبئتها للإقبال على مساعدة الإخوة في ليبيا. هناك أيضا مؤتمر أعلن عنه في باريس الرئيس الفرنسي سيركوزي خاص بإعادة الإعمار، الجامعة العربية لن تكون غائبة لا هذا المؤتمر ولا. إذا نحن دائما في نشاط وتواصل
بالنسبة للملف الليبي وكل ما يتعلق بالتطورات الليبية. وهناك إن شاء الله قد يكون نعلن على بعض الخطوات في المستقبل بالنسبة لدور الجامعة العربية في بناء ليبيا إن شاء الله. يعني سياسيا هل الجامعة العربية رؤية تصور للمرحلة الانتقالية، خاصة يعني الانتقال الديمقراطي وخريطة الطريق السياسية؟ هذا يعود إلى الليبيين.